وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. أرحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا يا فندم دكتورة ليلى والأستاذ المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير. أستاذ تيسير، بنتحدث هنا عن الاقتراح المتعلق بالتعديل التشريعي الذي سيسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، يعني كيف تقرأ هذه الخطوة إذا تمت بشكل كامل؟ الحقيقة في البداية لازم أقول أن الحوار الوطني ككل خطوة ممتازة جدا منذ أطلقها السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية، لكل الناس تدلي بدلوها في ما يهم المواطن المصري. لما نيجي نتكلم عن الجزئية دي ونقول في الجمهورية الجديدة اللي سيادة الرئيس بيتمنى أنها تكون موجودة وبقت موجودة على أرض الواقع لصالح المواطن المصري، من أهم الحاجات اللي احنا بنرتبط بيها كسياسيين كمان الانتخابات. الانتخابات النهاردة لما تكون قاضي على كل صندوق، ده بيدي مصداقية للناخب وللمرشح ان مفيش فيها حاجة اسمها تلاعب او غيره، وبالتالي رسالة للعالم كله ان مصر على خطوات جادة وقوية من اجل الحرية ومن اجل الديمقراطية ومزيد منها. فطبعا قاضي على كل صندوق وتعديل مادة 34 من قانون اللجنة العليا للانتخابات ده شيء كويس جدا، بيدي طمأنينة وبيدي رؤية ثاقبة وواضحة للمستقبل اللي احنا داخلين عليه. نعم، أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن مجهودات الأحزاب المختلفة والمشاركين في الحوار الوطني، يعني كيف تقرأ الأحزاب هذا التثمين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا الدعم لها؟ بنوجه طبعا كلنا الشكر للسيد الرئيس وبنقول له إن دايما حضرتك بتهتم بالمواطن المصري وبالأحزاب السياسية. احنا النهارده بنعيش عصر كأحزاب، بنعيش عصر ديمقراطية وحرية رأي وبنقول اللي احنا عايزينه في وقت أي وقت من غير أي قيود. وبالتالي لما نيجي نقول النهارده إن القانون مادة 34 هتتعدل ويبقى فيه قاضي على كل صندوق، ده يعني شيء جميل جدا احنا بنسعد فيه، لان بتدي مصداقيه للانتخابات وبتخلي ما في حد يقدر يتكلم ويقول ان في تزوير او في غيره، اللي قاضي على كل صندوق. وفي نفس الوقت بتدي للاحزاب بقى الكره بقت في ملعبك تبتدي تحركي عشان خاطر تقدري تخوضي الاحزاب في الفتره القادمه. نعم. شيء كويس جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بينا وبالحياه السياسيه ككل، واول خطوات الحياه السياسيه هي الانتخابات اللي كلنا بنقول عايزين نبقى موجودين، عايزين نبقى لينا ممثلين في المجالس النيابيه وفي مجالس الشورى وفي مجالس المحليات. كل الكلام ده كله كان بيبقى مرتبط بهذا القانون وبالتعديل اللي اطلقه السيد الرئيس في الحوار الوطني. شيء جميل جدا احنا كاحزاب بنثمن عليه، ومزيد من الحريات ايضا للاحزاب غير اللي احنا عايشينها. وفي نفس الوقت بنقول الفتره القادمه فتره هتشاهد فيها الحياه السياسيه شيء كويس جدا. أشكرك نائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.